هذه حملة من أشطح الحملات الإعلانية اللي ممكن تشوفها، بس لما تكون واثق من منتجك تقدر تكون بالجنون هذا. الحملة هذه سوتها شركة 3M في مدينة فانكوفر الكندية. واحدة من منتجات هذه الشركة هو الزجاج المضاد للرصاص، وعشان يثبتون جودة منتجهم وقوته راحوا وحطوا 3 ملايين دولار داخل لوحة إعلانية مصنوعة من زجاجهم المضاد للرصاص، وحطوا هذه اللوحة جنب محطة باص عادية، وأعلنوا للناس إن إذا في أي حد قدر يكسر الزجاج هذا يقدر ياخذ 3 ملايين اللي داخل. مع أن الزجاج كان يبدو إنه كأنه زجاج عادي وخفيف من برا، لكن 3 ملايين ظلت محفوظة في مكانها داخل الزجاج لمدة سنة كاملة بدون ما حد يقدر إنه يكسر الزجاج الخارق اللي صنعته الشركة. الكاميرا الأمنية الصغيرة جنب محطة الباص ظلت تصور محاولات الناس الفاشلة، حاولوا الواحد ورا الثاني لكن ما في حد منهم قدر إنه ينجح في كسر الزجاج، وكذا أثبتت الشركة كفاءة صناعتها وقوة منتجها بحملة إعلانية انتشرت في كل مكان وما كلفتهم أي شيء يذكر. صح إنهم حطوا 3 ملايين داخل اللوحة، بس كانوا واثقين إنه ما حد بيقدر يكسر زجاجهم. نروح للحملة اللي بعدها. هذه الحملة الإعلانية سوتها شركة اسمها ريبوك في سنة 2016 أيضا في العاصمة السويدية ستوكهولم. الشركة هذه متخصصة بالملابس والأدوات الرياضية، وكانوا حابين يسوون حملة إعلانية للجواتي أو الأحذية الرياضية اللي عندهم، فراحوا سووا لوحة إعلانية على شكل صندوق أحذية وحطوها في نص المدينة. اللوحة هذه كانت فيها كاميرا تقيس السرعة، والفكرة أن أي شخص يعدي من قدامها وهو يركض بسرعة تتجاوز 17 كيلومتر في الساعة راح يفتح له باب الصندوق ويربح حذاء رياضي جديد من الشركة. اللوحة هذه كانت تظهر السرعة لما يمر قدامها الشخص اللي يركض، وهالشيء سوى الجمهور وجذب الناس وخلى كثيرين منهم يجربون التحدي. مدير شركة التسويق اللي صنعت فكرة الحملة الإعلانية هذه يقول إنهم يحبون يأخذون الفكرة التقليدية للوح الإعلانية ويصنعون فكرة جديدة وفريدة من نوعها تكسر النمط المعتاد. الحملة اللي عندنا بعدها هي حملة سوتها شركة مايكروسوفت وبالتحديد قسم الأكس بوكس للعبة توم بريدر اللي نزلت سنة 2015. بطلة لعبة توم بريدر اللي هي لارا كروفت من الشخصيات اللي دائما تحصل نفسها في ظروف صعبة تحاول تنجو منها، فالشركة حبت تسوي حملة إعلانية على نفس النمط هذا اللي هو نمط النجاة وتحدي الظروف الصعبة خاصة الظروف المناخية. فاللي صار هو انهم سووا لوحة إعلانية كبيرة جدا في لندن كتبوا عليها Survival of the Greatest واللي معناها النجاة للأفضل. الفكرة هي انهم جمعوا 8 متسابقين من محبين اللعبة هذه ووقفوهم قدام اللوحة. المتسابقين هذيل هدفهم انهم يصمدون لأطول فترة ممكنة. اي شخص كان ممكن يدخل على موقع الحملة الإعلانية ويتابع المتسابقين بشكل مباشر وبعد يقدر يشارك في التصويت على الاختبار التالي اللي المفروض يخضع على المتسابقين. كان في عدة اختبارات منها الثلج والمطر والحرارة وغيرها، وكل هذا كان قاعد يصير قدام اللوحة الإعلانية. كثير من المشاهدين والمتابعين اتجمعوا على اليوتيوب وتويتش عشان يشوفون من المتسابق اللي بيصمد للنهاية ويفوز بالجائزة. المتسابقين بدوا يستسلمون واحد ورا الثاني مع مرور الوقت لحد ما استسلم الشخص اللي قبل الأخير بعد 22 ساعة من بداية التحدي. الشخص الأخير واللي فاز بالمسابقة حصل جائزة عبارة عن رحلة سياحية كبيرة لكثير من الأماكن اللي زارتها بطلة اللعبة لارا كروفت في اللعبة نفسها. عن نفسي حتى لو كنت معجب باللعبة لهالدرجة ما أعرف إذا الموضوع يستاهل كل هذا. في كل الأحوال أكيد أن الحملة الإعلانية هذه أدت غرضها وجذبت اهتمام كثير من الناس. الحملة الإعلانية اللي بعدها عندنا من شركة اسمها بيرتس بيز. هذه الشركة هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والتجميل. حبوا انهم يسوون حملة إعلانية لكريم ترطيب بشرة، فراحوا سووا لوحة إعلانية على مستوى الأرض وحطوا فيها كوبونات لمنتجاتهم. الكوبونات هذه كانت عبارة عن مربعات ملصقة على اللوحة، والصورة اللي تصنعها هذه الكوبونات هي عبارة عن صورة لبنت بشرة جافة، لكن في صورة ثانية ورا هالصورة، وكل ما الناس خذوا كوبونات من اللوحة كل ما انكشفت الصورة اللي ورا أكثر. الصورة اللي ورا كانت عبارة عن صورة لنفس البنت لكن بشرة أنعم وابتسامة على وجهها، فكذا يكونون وصلوا صورة مرئية عن تأثير كريم ترطيب البشرة اللي يريدون يعلنون عنه، وفي نفس الوقت خلوا الإعلان تفاعلي مع الناس اللي يمرون في الشارع، والناس طبعا حصلوا كوبونات تعطيهم تخفيضات حلوة على الكريم هذا، فالكل كان رابح من الحملة هذه، الشركة والزباين. نروح للحملة اللي بعدها، وهالمرة الحملة جينا من شركة ألمانية اسمها جراناتا بيت. هذه الشركة هي شركة متخصصة في صناعة أكل الحيوانات الأليفة. من الأشياء اللي دائما تخوف مالكي الحيوانات الأليفة هي إنهم يغيرون نوعية الأكل لحيواناتهم،
فالشركة فكرت بحل عشان تكسر الحاجز هذا. اللي سووه انهم راحوا وزعوا 10 لوحات اعلانية في اماكن مختلفة في مدينة برلين ومدينة ميونخ. اللوحات هذه كان معاها جهاز يطلع اكل للحيوانات، فاذا كان في شخص مار قدام اللوحة مع حيوان الاليف يقدر يطلب وجبة سريعة ومجانية لحيوانه من خلال موقع الشركة. فالفكرة هذه خلت من السهل ان مالك الحيوان الاليف يعرف اذا حيوانه يحب نوعية الاكل هذه ولا لا، وفي نفس الوقت عطت الشركة واسمها حضور كبير في عقل المالك. واكيد ان المرة الجاية اللي يروح يشتري فيها اكل لحيوانه الاليف راح يفكر بشكل جاد انه يشتري من منتجات الشركة هذه. ننتقل لاخر حملة عندنا في هالفيديو. هذه الحملة سوتها شركة ايطالية اسمها اورفيا. الشركة هذه حبت تسوي اعلان مميز لمبيداتها الحشرية، فاللي سووه انهم راحوا وخذوا لوحة كبيرة وحطوا عليها صورة لمبيدهم الحشري. الغريب ان معظم اللوحة كانت بيضة وفاضية في البداية، ما عليها الا صورة المبيد الحشري على اليسار، لكن مع مرور الايام الناس عرفوا الفكرة من الاعلان. الشركة حطت صمغ على اللوحة على شكل مثلث شبيه بشكل البخاخ اللي يطلع من علبة المبيد الحشري. مع مرور الأيام الصمغ هذا مسك كمية كبيرة من الحشرات اللي وقفت عليه. الفكرة هذه جذبت كثير من الناس وخلتهم يشاركون الإعلان على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما كان في أي تقنيات أو أشياء فخمة استخدموها في الإعلان، الفكرة كانت بسيطة بس ذكية في نفس الوقت. الشركة تقول إن الإعلان مسك حوالي 230 ألف حشرة.